موضوع تاني برضو عايز اتكلم فيه مع حضراتكم، وهو منتخب مصر. كلنا شفنا وتابعنا اختيارات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، القائمة الأولى له بعد أن تولى مهمة القيادة الفنية للفراعنة، عشان إن شاء الله يبقى في معسكر استعداد لمباراتي النيجر وليبيريا الوديتين. فيتوريا هيعلن باقي الأسماء يوم الأحد بالنسبة للمحترفين، وباقي القائمة ستستكمل يوم 17 سبتمبر المقبل. خلينا بس نستعرض مع حضراتكم القائمة اللي أعلنها فيتوريا النهاردة وأثناء المؤتمر الصحفي اللي كان بيتكلم فيه عن المرحلة المقبلة وتحديات المرحلة المقبلة. كالعادة محمد الشناوي، أحمد الشناوي ومحمد صبحي، عمر جابر، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، باهر محمدي، علي جبر، أيمن أشرف، محمد حمدي، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمد إبراهيم، محمود حمادة، مروان عطية، اسلام عيسى، عبد الرحمن مجدي، شادي حسين، احمد عادل، احمد مدبولي، مروان حمدي، ناصر منسي، احمد شريف. هذه هي المجموعه او قائمه منتخبنا الوطني في معسكر سبتمبر. كاميرا قناه الاهلي كانت متواجده دائما في المؤتمر. خلينا نطلع نشوف ماذا قال روي فيتوريا ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه بقيه هذه الحلقه. Antes de avançarmos eu queria dar os parabéns às equipas todas do futebol egípcio que terminaram ontem o campeonato, a quem atingiu os objetivos, a quem vai subir divisão e que para o ano estará na primeira divisão, e também uma palavra de força para as equipas que desceram e que espero que para o ano façam novamente um bom campeonato e que possam atingir os seus objetivos. عايز أهني كل الفرق المصرية اللي شاركت في البطولة في الدوري المصري واللي انتهت امبارح، وعايز أهني كل الفرق على المجهود اللي هي بذلته وعلى الأهداف اللي حققتها، يعني أهني الفرق اللي على الأهداف اللي حققتها. عايز أهني كمان الفرق اللي صعدت للدوري الممتاز، اللي كانت في اللي ما كانتش في الدوري الممتاز وهتدخل ابتداء من الموسم الجديد، وعايز أقول حظ أفضل للفرق اللي هبطت، وأتمنى إن هي يكون ليها حظ أوفر وحظ أفضل في الفترة القادمة. Depois era também agradecer a recepção que todos os clubes onde nós já fomos e fizemos as visitas, agradecer a recepção e agradecer também aos treinadores a disponibilidade que tiveram para podermos estar a trocar ideias sobre o futebol. عايز كمان اشكر كل الانديه والمدربين اللي استقبلونا اثناء الزيارات بتاعتنا ليهم، وعايز اشكرهم بصفه خاصه على حسن الاستقبال وكمان على المحادثات اللي حصلت بينا علشان نتبادل الآراء عن الكرة كرة القدم المصرية بصفة عامة. Pronto. Em relação a este estágio, esta nova convocatória que com certeza já tiveram acesso. Nós vamos dividir este período em dois grandes momentos. فيما يخص المعسكر المنتخب اللي احنا هنعمله في الفترة القادمة، احنا قررنا ان احنا نقسم المعسكر ده الى فترتين، الى مدتين زمنيتين يعني. E essa é a explicação que agora vos vou dar. Nós vamos ter um primeiro período de 13 a 17 e depois um segundo período que começará a 19 a 27. هيبقى عندنا فترتين، فترة من يوم 13 ليوم 17 دي الفترة الأولى للمعسكر، وفترة تانية هتبقى من يوم 19 ليوم 27. Este primeiro período será para os jogadores que estarão disponíveis. Isto é, os jogadores que já estejam a jogar fora do país ainda não podem vir antes do dia 19. Os jogadores que estão nas competições africanas também não podem vir porque têm essas mesmas competições e jogadores lesionados.
الفترة الأولانية احنا هنبقى معانا اللاعبين المحليين، لأن في الفترة الأولانية ديت مش هينفع يكون معانا اللاعبين اللي بيلعبهم في خارج البلاد، يعني خارج مصر. وبرضو نفس الوضع بالنسبة للاعبين المشاركين في البطولات الإفريقية من الأندية المحلية، يعني الفترة الأولانية هتبقى للاعبين المحليين. A partir de 19 teremos uma lista que será dita à partida a 17 de setembro. Teremos uma lista aí com todos os jogadores que estiverem disponíveis para fazer este segundo estágio a partir de 19 e que teremos dois jogos com o Níger e com a Libéria. يوم 17 سبتمبر هيكون في قائمة باللاعبين اللي هم هيشاركوا في الفترة الثانية، المعسكر الثاني اللي هيبدأ يوم 19، وهيبقى لينا مباراتين، مباراة ضد نيجر اند ليبيريا. هيبقى في مباراتين، مباراة مع النيجر ومباراة مع ليبيريا. 23 اوترا 27. في المباراة الأولى هتبقى يوم 23 والمباراة الثانية هتبقى 27. Este é o plano de estágios agora que vai haver nos próximos dias. Só relembrar que uma lista provisória dos jogadores que jogam fora irá ser enviada para os clubes no dia 4 de setembro. بالنسبة للاعبين اللي هم بيلعبوا خارج مصر، يعني هنبعت للأندية بتاعتهم اللي هم هينضموا للقائمة، هنبعت للأندية بتاعتهم يوم 4 سبتمبر. Também vos dizer que poderão perguntar por que é que nós vamos fazer estamos a fazer a convocatória esta lista hoje. Porque não quisemos dizê-la antecipadamente antes. Porque ontem houve jornadas do campeonato e não queríamos perturbar qualquer jogador, qualquer equipa que estivesse a disputar os jogos ontem. E por outro lado, também para os jogadores terem tempo e as equipas de preparar, porque agora é um período de alguma paragem para alguns deles, de preparar o regresso para virem a 13 de setembro. احنا ما حبيناش نعمل القائمة ديت قبل النهاردة، يعني قبل كده، علشان الفترة اللي فاتت كانت نهاية الدوري المصري وكل الفرق كانت بتشارك في آخر المباريات ليها، فما حبيناش نعمل ليهم أي يعني إزعاج. حبينا إن هم يركزوا في المباريات الأخيرة من البطولة، وفي نفس الوقت برضو دي تبقى دايما فترة إعداد بالنسبة للأندية عشان يبقى عندهم فرصة إن هم يجهزوا البدائل ويجهزوا اللاعبين بتاعتهم، علشان برضو الأداء بتاع الفرق والأداء بتاع الأندية ما يبقاش متأثر باختيارات اللي في القائمة بتاع المنتخب. Ao dia de hoje, posso dizer que tudo está planeado, preparado, previsto, com as datas específicas e tudo organizado para esta concentração, este estágio que se vai realizar em Alexandria. E neste contexto, dar os parabéns à equipa que tem trabalhado, que temos trabalhado todos juntos, para que este estágio já esteja todo muito bem organizado. هو عايز يشكر كل الناس اللي هي جهزت وحضرت الى للمعسكر اللي هيبدا في اسكندريه، وبيقول ان كل حاجه بالنسبه للتواريخ والفتره الاعداد ديت كل حاجه متنظمه ومجهزه ومعده على اساس ان العمل يبقى فيه اكبر قدر ممكن من الاتقان. Se calhar vocês vão fazer a pergunta a seguir, mas eu antecipo já para ficarmos claros. هو ممكن اكيد ده حضراتكم هيبقى عندكم اسئله، بس هو برضه يعني عايز يقول يعمل تعليق معين قبل الاسئله. O objetivo deste primeiro período, deste primeiro estágio, é claramente fazermos primeiro contacto entre a equipa técnica e os jogadores. هو الغرض الرئيسي من المعسكر الاولاني هو ان يبقى فيه اتصال ونوع من الانسجام بين اللعيبه والجهاز الفني. Eu quero conhecer os jogadores neste contexto de seleção, porque uma coisa é estarem no clube, outra coisa é estar a representar país. هو عايز يتعرف على اللعيبه في المعسكر الاولاني دون، لان اللعيب وهو في النادي بتاعه بيبقى حاجه مختلفه عن اللعيب لما يبقى في المنتخب، دي حاجه ودي حاجه. Queremos que estes jogadores também tenham horas de seleção, porque queremos que no futuro sejam também jogadores que estejam prontos para qualquer chamada que exista.
برضو احنا هدف من الاهداف ان اللعيبه ديت يبقى ليها خبرات كبيره مع المنتخب، علشان في اي لحظه في مستقبلا يعني لو اللعيب المنتخب احتاجه يبقى اللعيب جاهز وعنده الخبرات ويبقى اوريدي عنده القدره ان هو ينسجم بسرعه مع المنتخب. E quisemos também dar uma mensagem a todo o país que nós estamos atentos ao trabalho que é feito em todos os clubes, que escolhemos estes jogadores porque entendo eu que são as características que eu quero para a equipa que pretendo e, portanto, queremos que estes jogadores também sintam que estão dentro do processo, esse e outros, que nós estamos a ver todo o futebol egípcio e agora o que também pretendemos é quando eles venham, quando eles vierem, que mostrem toda a sua qualidade e todo o seu potencial. عايز اقول برضو ان اللعيبه كلها في كل الفرق المصريه بلا استثناء احنا بنتابعهم كلهم وبنتابع كل الانديه، ودي فرصه للعيبه ان هي تبين كل القدرات بتاعتها، لان كل لعيب وكل نادي معرض ان يتاخد منه لعيبه عشان تكون مشاركه في المنتخب، فدي فرصه للجميع لكل الانديه بلا استثناء. طيب دي كان المؤتمر الصحفي لروي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني.